نحضر عودة الاستعمار بأشكال جديدة وهجومات صهيونية على إفريقيا. والشيء اللي خليني كمجتمع مدني وكبعد شعبي كروح مواطنة أنني نغتنم فرصة يوم إفريقيا وفرصة وجودنا في هذا اللقاء نتاع مواطنة نبيلة باش نوجه نداء إلى البعد الشعبي الإفريقي، إلى المجتمع المدني الإفريقي، من أجل تأسيس جبهة إفريقية شعبية مدنية تاع مواطنة مناهضة لعودة الاستعمار الجديد لإفريقيا وعودة الصهيونية لإفريقيا. الجمهورية الصحراوية عامل توازن واستقرار في المنطقة، لأنه إذا لا قدر الله النظام المغربي ينجح في اكتساح يعني الأراضي الصحراوية ويخلق سابقة انتهاك هذه مبادئ احترام الحقوق يعني الحدود الموروثة وحق الشعوب تقرير المصير، سيتواصل تمدده ودائما مدعوم يعني بالصهيونية وبقوى الاستعمار